يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديثه عما يصيب الأمة في آخر الحديث: حتى ترجعوا إلى دينكم؟ نعم، الجهاد، يعني إن أخبر صلى الله عليه وسلم أن الجهاد يترك في آخر الزمان، وإذا ترك أصاب الأمة الذلة وتسلط الأعداء، ولا يرتفع هذا إلا برجوعهم إلى دينهم، إلى القيام بالجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم.